تجدون اليوم على هاهانا منافسة حقيقية بين الأطعمة الباهظة الثمن والرخيصة، سيكون ممتعاً، لذلك ترقبوا. أين نحن؟ لا أعرف، لكن علينا فتح الأغطية. كيت، أنت أولاً. سهل. رائع، على ما يبدو سيكون اليوم ممتعاً ولذيذاً، لأنه من المرة الأولى حصلت على الكرة المفضلة لدي. أنا عطشانة حقاً. لذيذ جداً. يبدو أن شيئاً ما سيحدث الآن. مقزز، هذا فقط غير لائق. لكن لذيذ وممتع. واو، لم أرى كولا ذهبية في حياتي من قبل. دعونا نرى كم هي لذيذة. لذيذة جداً. ما خطب لساني؟ الآن أصبح ذهبياً مثل الكولا. أي؟ أعتقد أنني أفهمك الآن كيت. لكن أنا تجشأت بشكل أكثر ثراءً منك. كم نحن مضحكون. حان الوقت لجولة ثانية. حجر ورق مقص. سأفتح الغطاء أولا. واو، لم أبشر قط سبيكة من الذهب على المعكرونة، لكن يجب أن أعترف هذه فكرة ممتعة جدا. أتمنى أن يكون مذاقها لذيذ أيضا. أنا أريد التجربة أيضا. حسنا، حان الوقت لتجربة مذاق المعكرونة. إنها ليست باهظة الثمن فحسب، بل لذيذة أيضا. سآكل أكثر، لا أستطيع التوقف. كيت، توقفي عن النظر، حان الوقت لفتح غطائك. أنا أيضا حصلت على ضيافة، إنها نودلز كورية فيدالو. لكن من أين سأحصل على الماء لأسكبه عليها؟ بالضبط. لماذا لا أطبخ المعكرونة الكورية مثل المعكرونة الحقيقية؟ بعدها سيكون طعمها ألذ وستبدو أكثر جمالاً. أعشق المعكرونة الكورية. أضيف الآن التوابل وستصبح ألذ بالتأكيد. واو، يا له من جمال. تادام، أخبرتكم، تمنوا لي شهية طيبة. شهية يامي، سآكلها بالكامل. كانت معكرونتي أجمل على أي حال وأكثر غلاء. شكل معكرونتك ليس كثيراً، وأنت لا تأكلينها بأناقة أبداً. من يهتم؟ أنا أسعد وأكثر رضا، كان طعمها لذيذ. أنا أفتح أولاً. إذن، واو، اليوم أنا محظوظة بالطعام الباهظ الثمن. لفائف السوشي مع الكافيار الأسود ومع الذهب، طعم شهي حقيقي. إنها لذيذة جداً لدرجة أنني أريد أن ألتهمها جميعها مرة واحدة. منذ زمان لم أكل مثل هذا السوشي المدهش. كيت، توقفي عن التحديق، من الأفضل أن ترفعي غطائك. ما هذا؟ وماذا أفعل بهم؟ على ما يبدو سيكون علي تحضير السوشي بنفسي. شيء جيد، لأن لدي سيف الساموراي في جيبي الخلفي. تادام، بثانيتين لم يتبقى شيء من الخيار. حان الوقت لارتداء قفازات خاصة والبدء في ترتيب السوشي. أنا متأكدة أنه لا يوجد شيء ألذ من السوشي المصنوع يدوياً. فقط انظروا كم هم أنيقون وبطبيعة الحال لذيذون. يبقى فقط تقطيع هذه اللفة الضخمة إلى العديد من القطع الصغيرة. والآن أبدأ بالاستمتاع بهذه الأطعمة الشهية المذهلة. الأهم ألا أنسى صلصة الصويا. طعم لذيذ، أريد أكثر. كيف تأكلهم بلذاذة؟ اسمعي، نحن أصدقاء، عليك مشاركتي. خذي، أنا لا أبخل
على أصدقائي. حان دوري الآن لفتح الغطاء أولاً. واو، لم أرى قط مثل هذا الفشار اللامع. من المحتمل أنه مصنوع من الذهب الخالص. إنه أيضاً لذيذ جداً. روعة، فعلاً شهي. سأقدم أي شيء لتجربة هذا الفشار. كيت، هل يمكنني الحصول على قطعة واحدة فقط؟ ليس هذه المرة، أنت لم تفتح غطاءك حتى الآن. مرحى، لدي فشار أيضاً. أوه، أين هو؟ غريب، لماذا دلوي فارغ؟ أوه لا، هل سأضطر إلى صنع الفشار الخاص بي؟ هذا ليس رائعاً على الإطلاق. سيتعين علي سكب كل شيء على الطاولة. نعم، لا يبدو رائعاً مثل فشاري الذهبي. وماذا في ذلك؟ في الواقع حبة ذرة لذيذة جداً حتى في هذا الشكل. أوه، من أخدع، هذا مرعب. لكن لماذا أنا غبية جداً؟ لدي مكواة يمكنني من خلالها تحضير الفشار الحقيقي بسهولة. فقط علي الانتظار. تادام، تم ذلك بسرعة وفعالية كبيرة. هذا الفشار لذيذ حقاً. كيندي، أنت تقومين بعمل جيد حقاً في صنع الفشار. نعم، لم أقم بكوي الفشار في حياتي، لكن على ما يبدو علي أن أفعل ذلك للمرة الأولى. كم هذا لذيذ، من الرائع أن يكون لدي مكواة بجواري دائماً. كيت، ألا تمانع إذا بدأت أولاً هذه المرة؟ واو، لم أرى قط مثل هذه الكعكة الفاخرة من قبل. لا تبدو سيئة حقاً. هذه الكعكة هي بالضبط ما أحتاج. من أجل أكلها سأتبع الأتيكيت، لن أنسى المنديل وبالطبع الشوكة والسكين. لا أستطيع الانتظار لتجربة هذه المعجزة الذهبية. علي قطعها بدقة وبهدوء. يا له من جمال. يوم يوم، كم هي لذيذة. اللعنة على قواعد الاتيكيت. الشيء الرئيسي هو الاستمتاع حقا بطعم هذه الكعكة. واو، على ما يبدو أنها حقا لذيذة. كيندي، أعطني لقمة. لا، افتحي غطائك أولا. أرجوك. قلت لا. حسنا، لنرى الآن. ما هذا؟ حصلت على مجموعة مكونات لصنع كعكة. بالمناسبة، هذا أكثر روعة من كعكة عادية، لأنني سأصنعها بنفسي بحب. هكذا، أنا أعرف تماماً ما هي المكونات التي سأضيفها. لذيذ، لكن على كعكتك لم تكن هناك دبابة مرميلادية. طعم لذيذ، نم نم. أوه، كان يجب أن تري وجهك، أنت مثل دب سكري فعلاً. دب سعيد. لنفتح على العدة ثلاثة. واو، دونت ذهبية لذيذة. هل هذا كل شيء؟ لديك دونت ذهبية وأنا لدي دونت عادية، ليس عدلاً. ليس عادلاً ولكن مضحكاً. سوف تأكلي دونت رخيصة أولاً. أوه حسناً، إنها أيضاً قاسية للغاية. من المستحيل قضمها. على ما يبدو سأضطر إلى كسرها. يا دونات، ما كان يجب أن تغضبينني هكذا. سترين، الآن سوف أكلك بالتأكيد. مع دونتي الذهبية بالتأكيد لن أعاني. يمكنني فقط الاستمتاع بهذا الطعم الفاخر. مدهش. واو، إنه ذهب سائل. بما أن كيت تأكل دوناتها بلا مبالاة، فعندئذ يمكنني التهام حشوتها. لذيذة. أريد أكثر. هاي، أيتها اللصة، هذه حشوتي. لقد أكلت بالفعل دوناتك الثلجية الخاصة بك. هذا مؤلم، لماذا ضربتني؟ اشتركوا فيها هنام حتى لا تفوتوا بالتأكيد نفس التحديات اللذيذة والممتعة. التحدي التالي سيكون أمتع، لذلك أبقوا معنا.